بيترقب الشعب اللبناني انطلاقة منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان بعد موافقة وزارة المالية على إنشائها وإعلان مصرف لبنان عن إصدار تعميم رقم 156 و583 لتوضيح نطاق عملها. ليبقى السؤال الأساسي عن آلية عمل المنصة وشروط نجاحها. آليتها رح يكون هو نقل للسوق السوداء على هذه المنصة، وبالتالي تمويل تبعولة رح يكون هو تبع السوق السوداء، وما رح يضل على السوق السوداء إلا الأشخاص أو الأفراد يلي بدهم يهربوا أو عندهم إشياء يخبوها على الدولة، يعني خيفانين يصرحوا عندهم تهرب ضريبي أو إلى ما هنالك، رح يضلوا عليها. هون بندخل بشروط نجاح هذه المنصة. الشرط الأساسي بده يكون في مكافحة للسوق السوداء، لأنه هذه السوق السوداء ما راح يضل عليها إلا المهربجية. اثنين، بده يكون في مواكبة أو رقابة مشددة لعمل التجار، نظراً أنه هذه المنصة بتعرف مين اللي اشترى وبتعرف مين اللي بيع، لازم يكون في رقابة على التجار لحتى هالتجار نلجملهم جشعهم. وعن قدرة منصة صيرفة أنها تضبط سعر صرف الدولار وتلجم السوق الموازية، أوضحت مصادر مصرف لبنان للأنباء أنه تأثير المنصة على سعر الصرف والاستقرار النقدي رح يبقى محدود إذا ما ترافق الأمر مع حل سياسي متمثل بتشكيل حكومة إصلاحية، إعادة الثقة، وإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. بذكر حضرتك أنه هذه المنصة من المفروض أنه يكون سعر الصرف عليها محرر، وبالتالي ما منقدر منقول ببلشوا بالعشر تاليف، بس إذا خف التهريب ممكن ننزل تحت العشر تاليف، إذا زاد التهريب ممكن نرجع نطلع فوق العشر تاليف. من هذا المنطلق أكدت مصادر مصرف لبنان أنه ضبط العمليات غير الشرعية رح يكون من مسؤولية الأجهزة الأمنية المعنية، وأوضحت أنه هدف المنصة بالدرجة الأولى إعادة أموال المودعين عبر السماح للمودعين الصغار والمتوسطين سحب ما يصل إلى 50,000 دولار من حساباتهم ابتداء من آخر حزيران من خلال حصول على 25,000 دولار كاش و 25,000 دولار بالليرة اللبنانية استناداً لسعر المنصة. وبالختام بيبقى الحل الحقيقي بإيد المنصة السياسية، فلا انفراج نقدي أو اقتصادي دون حد أدنى من الاستقرار السياسي يلي بيبدأ بتشكيل حكومة لوقف الانهيار.